عمي عم تزعجي حالك على الفاضي. هارش ما رح يجي لهون، قال هيك من عصبيته. لا تقلقي، هلا بيكون هو ومتري بطريقهم على مدينته. لك انا ما بعرف انت كيف محافظ على هدوءك لهلا. ليش كل هالبرود هاد؟ هالسخيف اجا وتهجم على ابوك قدام عيوننا كلنا وعم بتدافع عنه؟ شوف اشو ابني، ما في داعي تكون صادق نهائيا. العالم كتير سيء، ما فيك تنتصر بهالدنيا بهذا القلب، لازم تقوي حالك. وإذا أنت مو مستعد تكون سيء مع هالناس، أنا مستعد أكون سيئة من شان عائلتي. بس أنت لازم تدعمني بكل شيء بعمله. لا توقف ضدنا ولا تدمر عائلتك يا أشو. مرت عمي هذا الشيء غلط. مو وقت نناقش الصح والغلط. وقت اللي بتجي هاي المرة مع عائلتها لهون، قلي بصف مين بدك توقف؟ احكي. شكلك بيوحي بكتير شغلات، وكأنك أخذت قرارك إنك توقف ضدنا وتساندن إلن وتدمر عائلتنا كلياتها. أشو لا خالتي، شو اللي عم تقولي؟ أنتي من عائلة آشيش؟ اللي عم تقولي صحيح، بس خليكي متأكدة آشيش واقف معك. إيه؟ لا آشيش، ما هيك قصدت، بس هي عائلتنا وهدول أهلك، وإنت رح توقف مع عائلتك مو هيك؟ برافو عليكي، طمنتيني. هارش، شو عم تعمل؟ التدليك بيخفف التوتر. هي أمي ورح أعتني فيها. متري ماما، أنا جنبك، أنا هون على مهلك. حسنتي سادنا؟ شو عم تعمل ابني؟ خلصت. بعرف انك مو رضياني عن قراري ابدا، بس بتمنى توثقي بصهرك. ميتري رح تكون مبسوطة. ايه ماما، هاي المرة أنا ماني رايحة لهنيك لوحدي. هالمرة زوجي جنبي، وأكيد هو ما رح يتركني لحالي. وكمان مستحيل يخليني أعلق بالمشاكل. بتمنى لكم كل السعادة وين ما رحتوا يا قلبي. تعرفي سادنا؟ عن جد كتير مبسوطة إنه عندي هيك كنا عائلة مثل ميتري. ومن قلبي بتمنى لكم السعادة والحياة الحلوة مع بعض، وكل الخير كمان. اللي آشيش، انت جهزت لي ورق الكفالة؟ ايه بس ما في بس، لا تحكي شي آشيش. انت الابن الوحيد لعائلتنا هلا، انت وريثنا، خليك مصدر قوتنا بهي الاوقات، وقف معنا. ايه مرت عمي، انا رح كون معك، بس ليش هدول الرجال؟ بيقولوا أي شيء ممكن يصير بالحب وبالحرب كمان. عمك تركنا وراح من زمان كتير، ما بيحب هاي العيلة ولا بأي شكل، فإذا كان ناوي يعمل حرب لازم نكون جاهزين إلها يا آشو. أي حدا بالعالم
بيتجرأ وبيحاول إنه يقرب على عيلتي وعلى بيتي، وقتها رح خلي الدم بكل مكان وما رح خلي حدا فيهم يطلع عايش من هون. وصلوا قبل موعدهم. بظن انهم مستعجلين كثير لحتى يموتوا بهذا البيت. رح استقبلهم. مرت عمي بختي. انا بشوف. خالتي، مو شايفتيهم؟ هنن كتير مستعجلين ليجوا لهون لدرجة إنهم وصلوا قبل الوقت المحدد. خالتي، انتي وحدك اللي فيك توقفيهم. وقفيهم. شو يا مدام؟ إذا بتتجرأي وبتمشي خطوة واحدة لجوا، وقتها رح انهيلك حياتك. إياكي تتجرأي وتفوتي خطوة واحدة جوات بيتي، ولا رح انتقم منك وانهي لك حياتك السيئة. كيف بتتجرأي وتجي لهون؟ مرت أخي، تركي بقى. هوني هيك شوي. هوني ترجعني. تركي. ما بصير، ما بصير. الشرطة؟ مرت عمي، أعطيني من إيدك. لا، أوراق الكفالة ما بيغطوا هذا التصرف، أعطيني إياه. مرت عمي، حسب القانون رقم 307 انت رح تنحبسي لمحاولة القتل. اعطيني من ايدك. لا، شو ما بدي اياها تفوت على بيتي. يعني حابة تنسجني؟ قولي لي، اعطيني اياها. شو في معركة هون يعني؟ وقفوا هالمسخرة. انت مو عارفان شو عم يعملوا هدول هون. ما بحق لك تعمل هذا الشيء. ما توقعت منك هيك. ما بكفي اللي عملته قبل؟ ولا جاي تعمل مشاكل؟ تعرف أم براكاش تيواري؟ كلامك بيدل قديش أنت متأثر بكلامها لهي المرأة. إيه، وشغلة تانية، أنا ما بدي إذن من حضرتك لحتى أنا أقدر فوت على بيتي، فهمت؟ حضرة المحقق، بتمنى منك تروح تقيس مساحة البيت كلياته. اللي 50% من ملكية هذا البيت. وهدول يلي شايفهم قدامك ما عم يسمحوا لي فوت لجوا. شوي وراح تبلش مراسم الترحيب بكنتي الجديدة. وبالنسبة إلي أنا، مادم براكاش تيواري، كل شيء أكيد رح يصير بوقته المناسب. آشيش، أنت محامي صح؟ شفتك بالمحكمة كذا مرة. لأنه مزبوط. اللي شو عم بيصير؟ هذا الزلمة عن جد بيملك نص البيت؟ لا لا، هذا الزلمة ما إله أي شيء. إيه سيدي عمي، إله الحق. مانو عمك، مادن براكاش تيواري. مادن تيواري هو بيملك نص البيت، وهذا حقه. معناها ما حدا بيقدر يمنعه يدخل. يا حضرة المحقق، شو؟ لحظة لحظة، مو أنت بانتو؟ ابن أخوه للسيد سينغ. عمك متدين مني مصاري كتير لصرف على دراستك، وما رجع الديون اللي عليه ولا حتى الأرباح تبعهم. وأنا بحياتي ما طالبت واحد منكم بشي. لهيك سمعني منيح، صحيح هالرجال بيملك نص البيت هاد تبعنا، وحكيه مزبوط، وأنا ما رح أمنعه يدخل على هذا البيت. بس هي المرة الخبيثة، ليش جاي تعيش معه بهذا البيت؟ يعني شو صفتها هي؟
هذا الرجال زوجي وبالقانون أنا مرته، بس هي بتكون رفيقته. أنا لحد هلأ ما اتطلقت ولا بدي اتطلق، لازم تفهميها. كيف بدها تفوت على بيتي؟ ما رح اسمح لها ابدا. مرتاحي عمي شوي. ايه ستسونا، طالما ما بتعرفي امتى تسكتي فلا تحكي شيء احسن. بعدين انا وانتي بنعرف.